ودي أحكي لكم قصة، يمكن تكون أنت، أنتي أو أنا بطلتها. قصة حياة مليئة بالأمل والعطاء. هذه أم خالد، أم لأربع أطفال، بقلبها الكبير كرست حياتها لتعتني بأطفالها وبيتها، تحملت أعباء الحياة المادية الصعبة، فمعاش زوجها المريض يا دوب يكفيهم. في يوم التقت بصديقتها أم يوسف اللي عارفة ظروفها ومعاناتها، ما بين حاجاتها للعمل ورعاياتها لزوجها أبو خالد المريض بالكلى، فدلتها على برنامج يدربها على الخياطة، وبكذا تقدر تشتغل من البيت. ما ترددت أم خالد وعرضت الموضوع على زوجها اللي دعمها بموافقته، وبإيمان قوي إن ربنا حيفرجها قدمت الطلب. وبمثابرة وإصرار دربت وبذلت جهد. ونالت الشهادة اللي استحقتها بنجاح. وتمر الأيام ونشوف كيف ربنا فرجها عليها. فلما لاحظت الجمعية جودة خياطتها اشترت كل إنتاجها وطلبت منها كمية أكبر من الثياب لكسوة الأيتام. صحيح إنه لكل مجتهد نصيب. احتاجت أم خالد لشراء لوازم الخياطة من محل الأقمشة، وعشان طلبياتها كبيرة قرر صاحب المحل يكسبها زبونة. قدم لها أسعار خاصة يوم عرف أن الثياب بتتقدم للأيتام، الأيتام اللي مثل أحمد. أحمد بالرغم من حزنه على فقدان والديه كانت أحلامه كبيرة، وكم تمنى أنه يصير لاعب كرة مشهور ويحمل اسم بلاده. وفي اللحظة اللي كان يشتكي لصديقه عن ملابسه القديمة يبشرهم الأستاذ بمفاجأة، يركض هو وأصحابه فرحانين عشان يشوفوا المفاجأة. ثياب وشنط والكثير من اللوازم الجديدة. راح أحمد هو وأصحابه يكملوا لعبهم فرحانين. فجأة طاح وصاب ركبته، ولحسن الحظ أستاذ الرياضة سلطان قدر يسعفه بفضل الدورات اللي أخذها عن الإسعافات الأولية. والحمد لله إصابة أحمد كانت بسيطة، وفرحته بثوبه الجديد نسته كل آلامه. فاكرين صاحب محل القماش؟ هذا فهد بطلنا الطموح اللي كانت بداياته من سنتين لما تخرج من الجامعة وقرر يكون له مشروعه الخاص، ونصحه والده بتقديم أوراقه لدورة كيف تبدأ مشروعك الصغير. وبالفعل تدرب ونال الشهادة وبدأ أول خطواته، والحين افتتح محله الثاني. وأكيد ما في بداية سهلة، ومهما واجهنا مشاكل حنلقى لها حلول. يوم واجهت فهد مشكلة صغيرة في برنامج الحاسب الآلي استعان بصديقه عبدالله يساعده على حلها بخبرته. فعبدالله طالب جامعي تعلم الكثير من معامل الحاسب الآلي في جامعته،
جمعته الصدفة ليتعرف بمحمد وأخو صديقه اللي بيدرس بأحد المدارس الحكومية المجهزة بمعمل حاسب آلي خاص بالمكفوفين. حكاياتنا ما تنتهي، لأن الحياة مستمرة بأبطالنا وبيكم في مجتمع واحد ووطن واحد وعطاء مستدام. وأنا مشاعل، مصورة فوتوغرافية، بدأت مشروعي الخاص بعد ما تدربت من خلال برامج الآلي لفرص العمل. وما نحن والمزيد منا سوى جزء من الكل الرائع اللي يمثل مجتمع واحد، قوته استدامة العطاء.